اي طبعا الوقت ماشي عليك يا اخوان، هل مرت 10 دقائق وما نفذ الكلام اللي قلت لي اياه؟ طلعوا لي المقطع. لا 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 طلعوا لي مقاطع الاخوان. حسبت حسبت زي بعض الناس يقول لك تقول لك اطلع لك مقطع اطلع لك مقطع، انا اطلع مقاطع اطلع. غر زه علي الغامدي مع تحيات لهاني، مع تحيات وسامي جوني وإيه وحسن، لا تنسى حسن اليوم، تعرف ايش سوى حسن وحسن ايوه وابو ما اعرفك الزبده خلاص ابو كاتم بعدين سمي ايش كتبت؟ اتيت سمج السين حق السين حق تسمجعوني عظيمه جاهز مقطع عظيمة. الغامدي كيف السين؟ يعني بالله زي تصفاق جاهز مقطع جاهز مقطع حط السماعات لا لا يسمع المقطع اول انت ما تكتب ديوانك انت غرز على الغامدي كذا خلود محسن من دقه زي كذا علي السين هذا تخطيط قلب ذا ما هو لا مو بتخطيط قلب هذا جايها رباط صليبي بدل ما تعرض المقطع على الشاشه لا معلش معلش انا قلت له 10 دقائق واستهان بكلامي لا لا يحسبني زي بعض الناس اللي يقول والله لو اعرض مقطع وبعدين انا نظامي اقول لك اعرض مقطع اعرض مقطع اقول لك اصفك بالدله اصفك بالدله ما اعرف انا عطني مقطع الغامدي شباب لا احد لا احد يجيب حلاقين لا احد يجيب حلاقين يا اخوان ابو كاتم قرار بمنع الحلاقين من دخول المنتج والله الواحد يدخل حول قوه الا بالله لا تحلق بالحلاقه الفجر ما عرفت اسمع اسمع يا اخي ما لك شغل يا اخي وين شنو لك شغل؟ ما لك شغل يا اخي كل يوم يطلع لي واحد لك جديد كل يوم اتعرف على المتسابقين كل يوم اقدر ادور كل يوم اتعرف عليه جديد امسح وجهي بالباركود عشان اعرف من ذا المتسابق شباب لا احد لا احد يجيب حلاقين لا تجيب حلاقين يا اخوان ابو كاتم قرار بمنع الحلاقين من دخول المنتج والله الواحد يدخل حول قوة الا بالله لا تحلق بالحلاقه الفجر ما عرفت جديد اسمع اسمع يا اخي ما لك شغل يا اخي وين شنو لك شغل؟ ما لك شغل يا اخي كل يوم يطلع لي واحد لك جديد كل يوم اتعرف على المتسابقين كل يوم اقدر ادور كل يوم اتعرف عليه جديد امسح وجهي بالباركود عشان اعرف من ذا المتسابق شفت يا علي انا ما عندي نظام اعرض لك ما انا اعرض على طول والله وش فيك قفل شو اسمه فهد وذيب ابلشتهم بالقفل وانت بنفس اليوم العام نفس اليوم حق حياتك مسوي قفل بس فرق بين قفل مخلوق قفل علي شوف ذيب كيف راح وين راح ذيب؟ ذيب الحين مسوي حركه البرتقال في النص علي علي قال انتقد انتقد الاشياء عشان هذه تنقل مراحل هذه من برنامج برنامج من سنه لسنه مو في يوم ويوم انا اقل شيء جبت تحليقه في طبعا هذه بعض الناس اللي يسولفون شلونك طيب ما يدخل ما يدخل في عينه يدري من هو هذا هاني ولا لا تصرف بصمته على العموم رد المهم هذه شفت شيء في زد ثلاثه وشيء في زد خمسه وشيء في زد سته وشيء في حياتك واحد يعني متفاوته في سنه في سنه هنا يوم في يوم اذان العشاء قابل بنته الساعة 10:30 بعوارض اذان الفجر الله اكبر يا تدري هذه وش المشكله؟ ايه هذا مشكلة انك كنت تتبع الموضة كل سنة يلا تحمل الحين بس الموضة. في مشكلة ثانية في مشكلة ثانية يعني انت في زد رصيدك اذكر كانك دقن فجأة صرت بدون دقن وين؟ ما الذي جرى في زد ثلاثة؟ زد ثلاثة وحفلة ذيك كنت ناوي احلق لنفسي لكن على الله زلطت ذيك الايام كان يجيكم حلاق كل 15 يوم كان حلاق كل 15 يوم هنا ان شاء الله مدلعين كل يومين كل يومين محلقين يعني اتمنى سامي تخليه كل 30 يوم يعني ثلاث ايام يجي بس في البرنامج بس افضل واجمل عشان يطلع الواحد على الرياليتي الحقيقي بس ايش رايك فيني بالله علي؟ ما عندي مقطع ما ما هذه ما تحرك مشاعري انا معدم مرة مشاعر. مرة ما في اي مشاعر زيادة دمعة عطني دمعة زيادة بس انا استرد الدمعة بس ما في راي بطلع مقاطع برضه المفروض معطيه سماعات بس بدون ما تفيدون المايكات كذا شاور علي قبل لا تعرض المقاطع اللي زي كذا اسمع هم الظاهر بحثوا عني ما لقوا نفس نفس الشكل مليون طلاب حاول وقلب ويمين يسار حاتم من يوم عرفتك الثبات على المبدا شفت هذا يتقلب مع الريح حيث تميل طيب ملوبك والله ناقش الموضوع الاول يا اخوان قلبي لا خلينا نخلي محمد هذا محمد شو اسمه ذا بالاخير خلونا اول شيء اعرفكم بمعلومه خطيره نحن الان انا هذه ديوانيتي اسمها القشله حلو حلو غرزه انا خلاص غرزه القشله هذه وين تقع داخل حلبه بروفايلك هذا اسمها حلبه عند ابو علي ابو علي يسمي هذه حلبه حلو هذا المكان اسمه حلبه
اشو انه ما سمى البرنامج صندقه. والله الله راح صندقه. تفضل اذا قال لازم نسكت. سامي الجوعني متحمس ومسمي اللوكيشنات الهاوس المدري ايش. جاوب علي قال حلبه. حلبه قتل قتل الابداع اللي عندك يا سامي. لا وبعدين الهاوس الديوانيه المركز المدري قتلك ابو علي. لا بعدين انا يا اخي شو حلبه.